مساء الفل على كل متابعي برنامج الاكيل في كل مكان في العالم، واهلا بيكم وحلقه جديده. وما كنتش متخيل ان بعد السنين دي كلها لسه في مطابخ ما جربتهاش قبل كده. النهارده مطعم صغير في شارع الملكه في فيصل اسمه مطعم الجراسه، هو اكل سوداني، جزء صغير من المطبخ السوداني. هنبسط وهفرح ان انا بجرب مطبخ جديد. تعالوا نعيش التجربه مع بعض. المطبخ السوداني قريب جدا لقلوبنا لان السودان قريبه جدا لقلوبنا. خليني اجرب جزء صغير من اكلهم واقول لكم رايي. هتصدقوني لو قلت لكم من اجمل المرات اللي اكلت فيها فراخ. بس هي عايزه مجهود، مجهود عضلي فكي. نطري على قلبنا بقى بالجراسة بالرايب. انا اولا طبعا ارحب بيك ومبسوط جدا ان انا لقيت مطعم سوداني. الله يخليك. احنا بنعمل اكيد بقالنا 10 سنين عمرنا ما سمعنا عن مطعم سوداني لحد ما لقيتك هنا في فيصل. ما شاء الله، الله يخليك. فاول حاجه هسالك، انتوا عيله ولا شركاء؟ ليه اخترتوا فيصل؟ اسئله يعني، لو نبتدي انتوا عيله ولا شركاء في المطعم؟ شركاء في المطعم. اوكي، كم شريك؟ أربعة أصدقاء مش قرايب يعني. أيوة. أوكي، وليه اخترتوا فيصل؟ فيصل أكتر منطقة شعبية يعني للسودانيين، يعني فيها سودانيين كتير. فيها سودانيين كتير. أوكي، وأنتوا عايشين فيها؟ وإحنا عايشين فيها. طيب، اللي أنا فهمته إن أنت بتقدم الجراسة. أيوة. بأربع أنواع. أيوة. والشيا اللي هي اللحمة. اللحمة أيوة بالظبط. اسمها شيا، أنتوا بتسموها شيا. أيوة. وكبدة. والكبدة. اوكي، نبتدي بالجراسة. دي عجينة صح؟ ايوة، عجينة بالقمح. بالقمح؟ بالقمح. عجينة قمح. عجينة قمح. اوكي، ويا اما بتتعمل بالصلصة يا اما بتتعمل بايه؟ أيوة. تاني؟ بالزبادي، بالرايب. اوكي. ايوة بنقولها الرايب. ويا اما محمرة. ايوة، نفس الستايل. اوكي، ايه بقى ام فتفت دي يعني؟ ام فتفت دي حاجة في الكرشة حقت الخروف. كرشة؟ ايوة. ايه ده؟ انت ما قلتش دي كرشة؟ دي كرشة ومفتفت منها الطينية دي معروفة يعني. ومعاها برضو جراسة؟ لا، دي بتتاكل لوحديها يعني، جراسة بتتاكل في الأربعة ديل. اوكي، انتوا منين؟ من السودان؟ يعني احنا أساسا من كسلة. من كسلة، من حتة اسمها كسلة. كسلة؟ أيوة. اوكي، دي قريبة من الخرطوم ولا بعيدة؟ قريبة من الخرطوم، وجينا نقلنا على الخرطوم من 2003 في الخرطوم. اوكي، بس انت في السودان كان عندك مطعم او كان عندكم مطعم ولا؟ لا، في بديت الشغلانه هنا. والله يا اخي الشغلانيه دي احنا ما عندنا مطعم في السودان، لكن جينا بديناها هنا. يعني ما كنتش اصلا عندك مطعم؟ ما كنا شغالين في المطعم. طب مين اللي بيطبخ؟ اللي بيطبخ هنا عندنا اثنين، هنا طباخين، انا بطبخ وفي واحده شغاله جوا، ست شغاله بتطبخ. اوكي، عاده في السودان الطباخين اكتر ستات ولا رجاله؟ يعني احنا في البيوت مثلا تلاقي الستات. أيوة. في المطاعم تلاقي رجاله. الرجاله ايوه، اغلبيه الرجاله يعني. برضو في السودان في كده. السودان نفس القصه. اوكي، هل في اي مواد خام بتحتاجها في الاكل ما بتبقاش موجوده في مصر لازم تجيبها من السودان ولا والله بتلاقي كل حاجه؟ والله كلها متوفره هي، لكن يعني حياتنا قاعده تيجي دي كلها بتيجي من السودان. ناس بتجيبها من السودان وبتبقى متوفره. أيوة، بتكون متوفره هي. بالذات الشطه صح، انا عارف ان هو في الويكه دي، بالذات الويكه دي. دي التقلية دي. التقلية دي بال التقلية دي شفت دي بالذات لازم تجي من السودان. الزغني؟ لا، الزغني ده برا ومجدات في فرخه وموجوده هنا. اوكي، بس الشطه بتيجي من السودان. بتجي من السودان. اوكي، امال ايه اللي بتقول بتيجي من هنا؟ بتجي من هنا بس الفراخ. اما باقي الحال المعدات دي كلها بتجي من السودان. ايوه، انت اكيد الفراخ واللحمه والكبده مش هتجيبها من السودان. ايوه. هي مصر بتستورد من السودان لحمه. أيوة. انما انت اكيد هتجيبها من هنا، بس غير كده التوابل وما التوابل. أيوة، أيوة، بتجيبها من السودان. بتجي من السودان. اوكي، ايه اكتر توابل مشهوره في المطبخ السوداني؟ التوابل عندك
يعني مثلا عندك السوريين واللبنانيين وكده والشوام عامه معروفين بالزعتر مثلا من اكتر حاجات والسماء بيستخدموها كتير في الاكل مثلا. السودان ايه اكتر توابل بتستخدم؟ يعني احنا بنستخدم اكتر شيء الكزبره والشمر. يعني انت عندكم هنا حبه سوداء يعني تقول لها الحبه السوداء دي اللي هي انت تقولوا الكمون حبه البركه انت تقولوا الكمون كمون انتوا بتسموها ايه؟ يعني احنا بنسميه كزبره شمر يعني احنا بنقولها شمر انت بتقول لها كمون اوكي يعني الكمون اكتر حاجه بتستخدموها اوكي ايوه احنا في اكله هو في اكلات طبعا كتيره مشتركه ما بين مصر والسودان بس انا عارف ان في اللحمه اللي معموله بصوص الكمون اللي هي احنا بنسميها كمونيه ايوه دي موجوده عندكم برضو الكمونيه عندنا موجوده لكن ما شغالين فيها يعني انتوا مش شغالين فيها ما شغالين فيها يعني انت شغال في الكرشه لا الكرشه دي براها الكرشه طيب. دي براها يعني انا بيتهيالي طب حاجه تانية القماش ده جايبه معاك ولا لقيته في مصر لا لقيته في مصر والكراسي دي انا عارف في الصعيد بيعملوها دي من هنا برضو ايوه من مصر الكنب يعني. والكراسي وكده من أيوة, ايوه ايوه اوكي والقماش ده من مصر من مصر اللي يعوز يلاقي كل حاجه لا كله متوفر ان شاء الله اوكي والجراسه دي موجوده في النوبه برضو انت ايوه ايوه شاورت لي على صوره هنا قلت لي بتتعمل الجراسه برضو بتلاقي برضو عند الصعيد يعني تجاه اسوان وكده اوكي والنوبيين انت النوبيين ايوه ما هي حته في تواصل ما بينكم وفي نسب ما بينكم يعني كده طيب انا اخش بقى في الاكل يعني بس خليك واقف جنبي عشان تشرح لي اي حاجه انا مش فاهمها يعني ماشي شكرا شكرا اول حاجه هنجرب اللي هي الجراسه بالتقليه هما بيلفوها كده طب والله طعمها حلو طعمها حلو فعلا العجينه قريبه شويه من عجينه الكريب التقليه مش زي اي حاجه عندنا بس فيها يعني مش عارف اقول لكم زي ايه لان هي لا ملهاش التقليه دي معموله بباميه مجففه ومدقوقه فتحس كده بالنسبه للصعايده هيفهموني فيها شويه من طعم الويكا شويه بس دي فيها صلصه طيب ودي بقى اللي هي العصيدة غالبا فيها نفس التقلية دي برضو بس عجينة عجينة وعليها التقلية والعصيدة معمولة من دقيق القمح خليني اوريها لكم شكلها عامل زي البطاطس بيوريه بس مش هي مش بطاطس هي قمح دي اسمها دمع الدجاج او يعني فراخ بالدمعة طعمها جميل بتاخد برضو الجراسة وناخد بيها حتة فراخ والفراخ دايبة مستوية حلوة قوي وبالدمعة بتاعتها هتصدقوني لو قلت لكم من اجمل المرات اللي اكلت فيها فراخ وانا اكلتها بطرق كتير جدا بس دي فعلا طعمها في حاجه مسكره شويه في الاخر وانت بتبلع كده تحفه تحفه طيب ونيجي للاخ ده بقى ده اللي هو اسمه الزغني
وهو حراق، فانا مش هدوس قوي، ومعموله بالفراخ برضو مش هدوس قوي في الصلصه. هاخد حته بس كده نسير ادوقها. مقبول مش مقبول، هو مقبول في الاول. بعد ما بتبلع بقى في براكين، بس يعني انا مستحملها، وانا ما بستحملش الحراق، فمعناه انه مقبول تعدي يعني. بس الحق اكل اي حاجه بعديها عشان انا كده هيجي لي زغطه ومش هعرف اكمل حلقه. ده بقى شطه، والغريبه ان لونها مش احمر ومش هدوقها يعني، انا اسف سامحوني يعني مش هدوقها. طيب تعالوا نقول الاسعار بسرعه. القراصه التقليه ب 40، العصيده ب 50، الدمع دجاج اللي هي الفراخ بالدجاج 50، والزغني ب 70. طيب انا ممكن اكل في الدجاج ده شويه وننتقل الى الفقره الثانيه. الفقرة الثانية المفروض ابتدي بالسلطة، بس انا عايز الحق ده قبل ما يبرد، فانا ابتدي بالاول الكبدة على الطاسة او على الصاج بيسموها، هي تتبيلة خفيفة قوي، هما بيحطوا لها بهارات بس يعني حطينا بعقل يعني، فمش مضيعة طعم الكبدة وطعمها حلو قوي. بعدين ده لحمة في الطاسة برضو، لحمة بيسموه لحم صاج، وده ضاني، لحم ضاني. ننزله مع بصل، طعمه حلو، بيشد شويه، جامد شويه. ده اللي على الفحم، برضه طعمها حلو. وعرفت ليه ناشفه؟ قال لي دلوقتي نص سوا، يعني زي ميديم رير كده في اللحمه يعني. في سودانيين بيحبوها كده، وفي سودانيين تانيين يحبوها مستويه زي ما احنا بناكلها يعني، بس هي عايزه مجهود عضلي فكي. تمام، جرجير حبيبنا نعرفه، طماطم، جزر. طيب كده كان الحاجات السخنه دي. سلطه بقى اسمها سلطه بالدجوه اللي هي بالفول السوداني، وبتتاكل بالعيش. العيش ده انتشر قوي في مصر دلوقتي، هو نفس طعم العيش الشامي بتاعنا، بس بتاعنا احنا، مش بتاع الشواب، بس تخين يعني. لما تبصوا كده تلاقي مليان، مش الرفيع بتاعنا ولا الرفيع قوي بتاع السوريين واللبنانيين، اللي احنا بنسميه عيش شامي، بس من تحت بيبقى تخين قوي كده وطعمه فظيع. انا بجيبه بيتغمس كده، انا شايف فيها طماطم وجرجير وخيار. الطعم اللي وصل لنا السلطه اللي هو الخيار والطماطم كده وليمون والبينات باتر اللي هو السوداني،
بالنسبه لي انا مدي طعم شويه البينات باتر، بس طعمه حلو قوي. هي طبعا كان المفروض تتاكل في الاول، بس انا قلت الحق حاجات قبل ما تبرد. طيب ده اسمه مفتفت، هو انا مش هدوقه بس احنا قلنا نوريه لكم. ده الكرشه معموله برضو صوص من السوداني، بس انا مش هدوقه سامحوني. يعني نطري على قلبنا بقى بالجراسه بالرايب. ده عليها عسل كمان. هي ممكن تتاكل بكذا طريقه، انا اسهل طريقه بالنسبه لي ان انا اقطع حته الجراسه واحطها في الرايب اللي هو عندنا احنا الزبادي، نفس طعم الزبادي وعليه عسل. لا وفعلا بتطري على القلب يا جماعه، مش هزار يعني. ده حلو قوي. نعم شويه كمان. طيب بكده نبقى وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. هنقول بس اسعار الاطباق دي. الكبده الطلب ب 80، الشيه او اللحمه الكيلو ب 600، انت تاخد نص ربع تمن اللي انت عايزه يعني، اوكي، سواء في العصاج او مشوي. والسلطه ب 30، ودي اللي هي بالزبادي او بالرايب ب 50. تمام كده قلنا الاسعار. طيب اولا انا بالنسبه لي تجربه مهمه جدا، لان انا اول مره اكل اكل سوداني. انا شفته يعني، شفت ناس بتاكله بس عمري ما دقته، فانا بالنسبه لي تجربه مهمه جدا. طبعا ده جزء صغير من المطبخ السوداني، ولكن ان انت تاكل في مطعم شعبي في مصر اكل سوداني، ده كان بالنسبه لي تجربه جديده، وبالذات ان انت بتروح لحد شارع الملكه في فيصل، يعني مشوار يعني. بس بصراحه يستاهل، ومش شايف انه المفروض يبقى مقتصر على السودانيين بس، بالعكس. يعني انا الطبق اللي هو اللي عجبني قوي في الفقره الاولى اللي هو فراخ بالدمعه اللي كان هنا اللي كان على الشمال ده، عجبني جدا، عجبني طعمه جدا. يعني انا لو ساكن قريب انا ممكن اجي كل يوم اكل الطبق ده، اوكي. والسوى بتاع اللحمه انا بالنسبه لي افضله يبقى مستوي اكتر شويه يعني، ده بس ده ذوق شخصي يعني. هو حتى هو نفسه نور قال ان السودانيين في ناس تحبها كده وفي ناس تحبها مستويه، فانا من الناس تحبها مستويه. غير كده تجربه حلوه قوي 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 قوي، واللذيذ ان المطعم على بساطته مديك الايحاء او الاحساس السوداني والنوبي، وهما في رايي الشخصي اخوات يعني. المصريين النوبيين مع السودانيين بالذات حاجات كتيره جدا مشتركه ما بينهم، غير النسب يعني، ما بين جنوب مصر وشمال السودان حاجات كتيره جدا ان كومن ما بينهم يعني. فانا شخصيا تجربه عجبتني جدا جدا، وانصحكم لو هتعرفوا توصلوا للمطعم انكم تيجوا تجربوا الاطباق اللي انا جربتها دي. ما عندهمش تشكيله كبيره، هي اللي احنا دقناها تقريبا كل الاطباق. ساعات بيبقى عندهم فول وطعميه وكده، واكتشفت كمان ان السودان مش زينا، السودان بيعملوا الطعميه بالحمص مش بال الفول، ولكن بيحطوا عليها كزبره. بيتهيألي الشوام ما بيحطوش عليها كزبره، بيتهيألي، لان انا لما دقتها بره التصوير اولا هي بيعملوها صوابع مش قرص، وثانيا طعمها مختلف شويه عن السوري واللبناني وكده، فانا بيتهيألي السر في الكزبره، بيتهيألي انا مش متاكد يعني. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالحلقه النهارده، وعايز اقول لكم ان انا اول ما شفت العيش ده رحت باعت الانتاج على طول، جاب لي 20 رغيف لان انا بعشقه بعشقه.